السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وبأحسن صحة وعافية. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم مملحات بنكهة السمك بطريقة جد بسيطة وبمكونات كذلك جد بسيط. فكنتمنى إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو أو كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا وألف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله نبداو بالمكونات والطريقة، فتابعوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. إذا المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد المملحات بنكهة السمك، فعندي هنايا 700 غرام ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات، عندي كذلك جوج ملاعق كبار من توابل السمك اللي تيكونوا على هاد الشكل، هانتوما كيف كتشوفوا هادو توابل خاصين بالسمك، راهم متواجدين عند حمزة اللي كيبيع مواد الحلويات. الى بغيتوا العنوان ديالو في الرباط فما عليكم غير تخليوا لي تعليق في خانه التعليقات ونكتب لكم العنوان وكذلك رقم الهاتف ديالو. عندي هنايا 4 الحبات ديال الجبن المثلث، نصف كاس غير مملوء من زيت الزيتون، اصفر بيضه، ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود اي الابزار، كذلك عندي ياغورت طبيعي بدون سكر من وزن 110 غرام، ملعقه صغيره مملوءه من الخردل او للمطاط، قليل من الصلصه الحاره اختياري، كذلك عندي هنايا غنستعمل ملعقه من صلصه السمك نيوك مام راها متواجده في كارفور، غنستعمل قطرات من صلصه الصوجا او لا صويا صوص، 200 غرام من الزبده اللي انا ذوبتها انتم كيف كتشوفوا كنخليوها حتى كتبرد واحد شويه وغادي نضيفوها للخليط. كيف كتشوفوا راهو مكونات جد بسيطه. وندوزو لطريقه التحضير. فهنا في العجان غادي نضيف هاد المكونات كامله اللي عندي، فغنضيف الزيت، ممكن ديروا زيت المائده الا ما كنتوش كتوفروا على زيت الزيتون، غنضيفوا كذلك الزبده فوالا، وغادي ندير هاد المكونات يتبسبسوا في الاول مع بعضياتهم. فغنخلي الخليط يتبسبس هو الاول مع الزيت مع الزيت والزبده، وغادي نبدا كنضيف باقي المكونات، لكن غادي نزول الصوت ديال العجان باش ما دير لكمش واحد الازعاج في الفيديو. كيف كتشوفوا من بعد ما تعجنات العجين فوضعتها هكذا في بلاستيك غذائي، غادي ندخلها الثلاجه ترتاح واحد ربع ساعه عاد ندوزو باش نشكلوها ان شاء الله. فكيف كتشوفوا من بعد ما خليت العجين كترتاح في الثلاجه فغادي نطلقها بالمدلك، نتلقوها تكون رقيقه هذا، نخدموها مزيان
ولا حسينا بانك تلتصق، مع انه ما غاديش تلتصق لكم، ديروا يا اما شويه ديال الدقيق اولا ورق ديال الطهي باش تسهل عليكم اكثر. لكن كيف كتشوفوا هي كتطلق معنا بكل سهوله، فغادي نطلقها كامله على هذا الشكل. ثم غنجيب هذا الطابع اللي تيكون مشكل فيه هذه الاشكال هذه، ممكن نستعملوا اي طابع عندنا، غير هذه كتسهل علينا الخدمه، وكذلك يجيو اشكال مختلفه. ها انتما كيف كتشوفوا صافي، غادي نبدا كنطبع بحال هكذا حتى كنطبع العجين كامل. نضغطو مزيان باش كتسهل علينا اننا نهزو العجين. صافي غادي نبداو نهزو العجين بشي سكين بحال هاد الشكل، بحال هكذا هانتوما كيف كتشوفو. وكنوضع في الطاولة ديال الفران اللي غادي ندخلها في الفران، بطبيعة الحال يكون فيها ورق الطهي حتى كنكمل العجين ديالي كامل. وملي كنشوفو بحال هاد الفراغات بحال هكذا موصلهمش الطابع، ملي كنزولو هادو اللي هما مطبوعين، كنعاود نطبع في نفس البلاصة. يعني هاد البلاصة هادي اللي هي خاوية غادي نعاود نطبع فيها مرة أخرى، غادي نوريكم بحالاش. يعني كنختار واحد الشكل مثلا هذا كنطبع به هاد الخوية هادي بحال هكا باش ما كتضيعش لينا هاد العجين. غادي نستمر حتى كنكمل العجين ديالي كامل بنفس الطريقة. وغادي ندخلهم من الفران على درجة حرارة متوسطة، ضروري باش ان الحرارة ديال الفران تكون متوسطة باش هكذا كيجيونا مقرمشين مزيان. ونخليهم حتى كيتحمر اللون ديالهم، كيجي اللون ديالهم ذهبي هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، راهم ساهلين بزاف بزاف في الخدمة. صافي غادي نستمر بهذه الطريقة حتى كنكمل، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوهم بالشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي حضرت معكم بنكهة السمك، كيجيو على هذا الشكل انتما كيف كتشوفوا، كيجيو اشكال مختلفة فعلا فعلا، كيجيو زوينين شكلا ومذاقا. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم، فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيوه ما بين اهم الاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن نتوما مازال ما اشتركتوش بالقناه، اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.